أن يتسع ذلك السؤال. يقول: بالأمس قلت أن الشيخ العلامة بن باز قال في حق محمد سرور أنه فيه ردة، فما هو إسنادك؟ وقد قال السلف: سموا لنا رجالكم، وقال الإسناد من الدين، ذلك لأني رأيت بعين رسالة يزكي فيها شيخنا بن باز مجلة السنة وصاحبها، فما قولكم؟ والله يحفظكم وإياكم من الظلم والجهل. أجيب على هذا السؤال، وقبل الإجابة أنصح السائل أن يعود نفسه باستعمال أساليب فيها أدب وفيها نوع من احترام الآخرين. إذا كنت متأثرا لمحمد سرور كان يكفيك سؤال أقل من هذا وأصغر وأقصر. لك أن تقول إنك أسندت إلى الشيخ ابن باز بأنه قال أن ما جاء في كتاب محمد سرور ردة. لك أن تسأل عن نسبة هذا الكلام إلى الشيخ. ونحن اليوم نعيش بحمد الله في وقت يسجل كل ما يقوله الإنسان، والكلام الذي قاله الشيخ مسجل بصوته في شريط، واستطاع مكتب تسجيلات طيبة أن يجمع بين ما قلته أنا وما قاله الدكتور الفوزان وما قاله الشيخ ابن باز في شريط واحد. الذي قلته أنا بأنه إلحاد، ما قاله محمد سرور إلحاد، وأقول هذا وأكرر. ثم قلت إن ما قاله شيخنا أبلغ، ما قاله الشيخ بالحرف كالآتي: لا يجوز بيع هذا الكتاب بل يجب تمزيقه. ثم قال: إن ما جاء في هذا الكتاب ردة، وهذا بصوته، بصوت الشيخ. وأما ما ذكرت بأنه أثنى عليه، أنت الذي تطالب بإثبات هذا الثناء وهذه التزكية، وأنا أثبت ذلك ما قلت بصوت الشيخ، وأنت بما تثبت ثناء الشيخ عليه؟ هل تثبته بصوته أو عندك شهود أو تستطيع أن تتصل بالشيخ وتتأكد منه؟ أنت المطالب بكل ذلك. أما أنا فيكفي أن أبعث لكم شريطا أرجو أن يكون موجودا في هذه المنطقة، اسم الشريط آفات اللسان. هذا شريط للشيخ، ألقيت المحاضرة في مدينة الطائف في الصيف الماضي، وفي هذا الصيف إن كنا لا نزال في الصيف. الشاهد: كلام الشيخ مسجل، وكلام الدكتور صالح الفوزان مسجل. هؤلاء من علماء الفتوى، والشيخ مفتي هذا البلاد رسميا، والشيخ الفوزان من أعضاء الإفتاء. ليس كلامهم كلاما عاديا ككلامي، لذلك لا ينبغي التردد في هذا الشأن. ثم التأثر لمحمد سرور، ماذا استفدتم من محمد سرور؟ قولوا لي ماذا استفدتم منه؟ هل هو عالم قدم لكم كتبا علمية استفدتم من كتبه؟ ماذا استفدتم من محمد سرور؟ ما علاقتكم به؟ إنسان سياسي طموح من عشاق الكراسي والمناصب، ولما عجز من الوصول إلى كرسي الحكم الذي كان يعشقه هاجر إلى بريطانيا ويعيش هناك بين الكفار. ضاقت به بلاد الإسلام والدول العربية، ماذا تستفيدون منه؟ من هو حتى تغضبون له؟ ما علاقتكم به؟ وهل هذه الكتب والمجلات التي يصدرها من هناك هل فيها علم؟ فيها التهجم على العقيدة وأصحاب العقيدة وعلى حكام هذا البلد، وهل يرضيكم هذا؟
وهل هذا هو الدين؟ هل هذه هي الثقافة؟ هل هذا هو العلم؟ عجبا، ما الذي استفدتم من هذا الرجل؟ اكتبوا لي في وريقة كهذه، ما استفدتم من الرجل قدموا لي الآن الذي عنده جواب. ما الذي استفاد المسلمون هنا وهناك في أي مكان من محمد سرور الذي تغضبون من أجله أو يغضب من يغضب من أجله؟ قدموا لي وريقة فيها ذكر ما أفاد محمد سرور وما استفاد شباب المسلمين منه. وهو الذي زعم بأن شباب المسلمين زهدوا وانصرفوا من هذه الكتب، كتب العقيدة التي تدرسونها، هل هذا يعجبكم ولا هذا صحيح أم كذب؟ إن محمد سرور ليس بعالم حتى يقيم شباب المسلمين أنهم زهدوا في العقيدة أو رغبوا فيها، لا يستطيع التقييم، ليس بعالم وليس بصاحب عقيدة. أشعري وربما فهم من كلامه في كتابه منهج الأنبياء أنه يذهب مذهب الخوارج والمعتزلة، ليس ذلك الذي يقيم الشباب.